موضوع تاني خالص ولطيف ونفصل بقى شوية من الأمراض. شركة كابتوني شركة رائدة في مجال صناعة أقمشة الستاير والتنجيد. الشركة دي عملت حاجة حلوة قوي، عملت تخفيضات وخصومات جميلة لكل عملائها، وبتوفر خدمة ما بعد البيع، وده من خلال معرض هوم إن اللي مقام في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر. إيه رأيكم لو نفصل شوية ونتفرج على الحاجات الجميلة دي؟ الرسومات بتاعتنا احنا مخصوصة، دي بتاعتنا احنا، مش هتلاقيها عند اي حد تاني. رسومات التنجيد، قماش التنجيد برضو رسومات بتاعتنا احنا بس، بتاعت كابتوني بس، حاجات حصرية مش موجودة في اي شركة تانية. كل الشركات التانية طبعا حبايبنا، لكن احنا بنتميز بالخامة وبالجودة وبالذوق وبالتصميمات بتاعتنا احنا مخصوص، بنعملها لينا احنا بس مخصوص. فاهمين يعني ايه قماش، ودارسين يعني ايه قماش، ودارسين الزبون المصري والعميل المصري كويس جدا، ودارسين ذوقه، والعميل برضو اللي غير مصري احنا دارسينه برضو، حاطين في الخطة بتاعتنا دايما. احنا بنعمل حتة كويسة جدا للعميل بتاعنا لما بيدخل عندنا، ما بنروح نعمله معاينة ستارة، احنا بنصور البيت من قبل ما نكون، من قبل ما كابوتوني تدخل البيت بنصوره، وبنصور البيت بعد كابوتوني. طبعا بنبقى مبسوطين جدا لما العميل بيبقى مبسوط وبيختار حاجته كويسة، بيبقى فرحان. فدي حتة بتبسط التيم كله، لان احنا كلنا شغالين على ان احنا العميل بتاعنا ياخد حتة كويسة وبيته يتغير ويبقى فرحان ببيته لما هو يجي كابوتوني ويختار حاجة من عندنا. كل معارضنا فيها جميع الأذواق وكل المستويات وكل الموديلات، قماش تنجيد او قماش ستارة او موديلات او منتج جاهز موجود داخل المعرض. عندي قماش بيبدأ ب 49 جنيه يعني، وخامة، وعندي منتجات موجودة في السوق يجوا يقارنوها. انا حتى بقى في جملة شهيرة بنقولها داخل المعارض، حضرتك ممكن تلف في السوق كله وتعالى لي انا اخر حاجة. عندي منتجات بتبدأ ب 49 جنيه، عندي منتجات معالجة بكتيريا. بنبسط قوي بالتقارير الجميلة دي، بتضيف نوع روح من البهجة والسعادة. كلمة السعادة ليها سحر أو طابع خاص. الحاجة الجميلة دايما الواحد بيشوفها بيقول الله دي جميلة بجد، يا رب كل حاجة تبقى جميلة في حياتنا.